سميدون سميدون للحكمة رافضون للحكمة رافضون سميدون 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 للعاصمة زاحفون للعاصمة زاحفون مقتصية 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 رئيسي. وأيضا كان هناك مصالح مساعد مصالح اقتصادية استحنا فقط هناك 50% 50% توظيف خاص بالنسبة للترقية الداخلية والتوظيف خارجي. بالنسبة للمهزم بالترقية فإنه يمكن تحريره من رتبة القطاع أم مطلب لم يتم لأنه إذا اثنين مقتصد للتوظيف فقط أما رتبة مقتصد يتم وتيرتين للترقية لزيشلون مثل باقي الأسلام لأن الحد الآن إذا كان مكون نزيدوا رتبة باش يروح المفتش معناه المسار المهني للوصول إلى رتبة مفتش ستكون طويلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نطالب نحن موظفي المصالح الاقتصادية بإنصافنا أثناء إعداد القانون الأساسي لموظفي التربية، فنحن جزء لا يتجزأ من الأسرة التربوية. نطالب بالعدالة والمساواة وفقا لقوانين الجمهورية. نرفض التهميش والإقصاء والإزدواجية في التعامل مع أسلاك التربية. نائب مقتصد منصب قاعدي للتوظيف، ونركز على هذه النقطة بالذات. منصب مقتصد ترقية داخلية حصريا، تقليص مدة الترقية والتأهيل، حذف منصب نائب مقتصد الذي يعتبر عقبة في المسار المهني. ونطالب كذلك بحذف منصب نائب مقتصد مسير الذي يعتبر عقبة في المسيرة المهنية للمقتصدين، استحداث منصب مقتصد مؤطر، تحديد المهام بدقة وفق نصوص المحاسبة العمومية، الإعفاء من الإشراف على العمال والمدارس الابتدائية. نطالب كذلك بالتمكين من الترقية إلى منصب مدير مثل باقي القطاعات، حيث أن مقتصدين كثر يشغلون منصب مدير تربية ورؤساء مصالح وهم ناجحون جدا في مهامهم.